العباد، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين ذريتك وبنيك، السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس وإخوته الشهداء السعداء، وعلى أمهم زوج أمير المؤمنين باب الحوائج فاطمة أم البنين، رزقنا الله وإياكم في دار الدنيا زيارتهم جميعا وفي الآخرة شفاعتهم، أم على أشبالها أربع، أم على أشبالها أربع جاءت لبشر وبه تستعين وتحمل الطفل على كتفها، تستهدي به خبر القادمين مذهولة مما بها من أسى، معذور أم البنين، مذهولة مما بها من أسى، ترى بذاك الجمع شيئا دفيني، سأل عنها من تكون، فقال يا أم ارجعي للخبايا وابكي بنيك قتلوا أجمعين، فمن ثنت وما بكت أمه وحق أن تجري لهم دمع عيني كأنها الطود، وما زلزلت، الطود يعني الجبل، كأنها الطود وما زلزلت وخاب منه ظنه باليقين. عادهنا بما أخبرها بيش، شافت تسأل أخبرني عن ولدي الحسين، صادق أم البنين، هنا ناداها فقال يا أم البنين اعلمي بأن عباس قتيلا طعيني، قالت طعنت القلب مني، فقول ايه جاي هالليلة الحسينية حضر حاجتك ان شاء الله، مو حاجتك بيدك وبقلبك ان شاء الله، ما تطلع من الحسينية الا ما اخذ حاجتك ومقضية ان شاء الله. قال طعنت القلب مني، فقول
النفس والدنيا وكل البنين اللي يحفظ يقرأ وياي نمضي جميعا كلنا للفناء المن نكون قربانا فدا للحسين يا بصاحة أولادي وكل من بالعالم يروح والله يا بشر ويا ليت بعد حسين ما تبقى لنا روح بالله يا بشر بالله لا تقول حسين مذبوح ما شوف بالدنيا عواض عندي عن حسين عباس واخوان عليهم ذاب لفات اولادي حقي معذوره يمه يا يمه عباس واخوان عليهم ذاب لفات اعزاز عندي وحزنهم بالقلب وقاد وحسين فت قلبي ونسيت فراق لولا ياد فدوى لبو سكنة يا أولادي يا مسلمي لكن يما يا ليت عندي من الولد 70 مولود يما يا ليت عندي من الولد 70 مولود بالمرجلة كلها مثل عباس وتزود شو يصير بهم تنذبح يما تنذبح وابن المصطفى لدياره يعود سالم ولا تنظام زينب والخواتي ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم هناك قاعدة عقلية تقول كل موجود كل مخلوق إذا كان سليما فيكون هناك تفاضل بين أجزائه المكونة له والله هالكلام أنا أضوج من عنده الكلام العقلي شوي الجاف خلي ناخذ بالمثال يتضح تتضح القاعدة العقلية ما معناها
يقولون إذا أخذت جسد الإنسان، الآن جسد الإنسان مكون من خلايا، طيب ما دام هذا الجسد إذا كان سليم فهناك تفاضل في أجزائه، هذه الخلايا أفضل من هذه الخلايا في شيء، خلايا العين أفضل من غيرها باعتبار رقتها ونعومتها، خلايا العظام أفضل من غيرها باعتبار صلابتها وخشونتها، خلايا القلب أفضل من غيرها باعتبار قابليتها للحركة، خلايا الرئة أفضل من غيرها من الخلايا باعتبار مطاطيتها، وهكذا. ما دام هذا النظام هذا الجسم سليم فلا بد أن يكون هناك تفاضل في أجزائه المكونة له، هذه قاعدة عقلية وبسيطة وبديهية. بمجرد أنت يعني هل يصح السؤال يا بتعال أنت ليش ما الطبيعة خلقت الإنسان أوجدت الإنسان كل عبارة عن خلايا عصبية، كل عبارة عن مخ، كل عبارة عن عظام؟ ما تصير إذن، مو طبيعي الموضوع. طيب هذا المقدمة جدا بسيطة بس إلها تطبيق. شلون؟ قال لك هذه القاعدة تطبق حتى على المجتمع البشري. المجتمع البشري إذا كان سليما فيجب أن يكون هناك تفاضل في الأشخاص، بين الأشخاص. تقرأ في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ليش داود؟ ليش التفضيل والاصطفاء والاختيار لداود؟ ايش معنى؟ الله عز وجل جاوب في سورة البقرة 251 الآية و 253 الآية، هاتان الآيتان تقرأ، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، هذا أفضل من هذا، الله يختار هذا على هذا، لفسدت الأرض. ما يكون النظام الاجتماعي سليم إذا كلنا من طبقة واحدة، ما ممكن. لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، الله تفضل وجعل النظام الأفضل هكذا. بعد الآية اللي بعدها آية 253 تكمل هذا المعنى، تقول مو فقط بين الناس العاديين، لا، بل التفاضل حتى بين من؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح. ليش هذا التفضيل؟ قال لك لنفس القاعدة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذا نريد نظام سليم يجب أن تكون هذه الأجزاء متفاضلة، جزء أفضل من جزء، وكل جزء يتمتع بميزة على غيره. واضحة المقدمة وبسيطة، خلصنا من المقدمة، تعال خلي ناخذ الفائدة من عدها، والفائدة ها هنا. سؤال، الله عز وجل فضل الأنبياء، فضل افتهمني شنو يعني فضل؟ فضل يعني صار عنده اختيار، فضل يعني صار عنده اصطفاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هنا السؤال، هذا الاصطفاء معناها هل ممكن أن الله عز وجل يصطفيني ويختارني ويفضلني؟ ممكن يصطفيك ويختارك ويفضلك؟ كل إنسان الله تبارك وتعالى اختار له خيرة، اصطفاه على سائر البشر بشيء. أنا أفضل منك بشيء وأنت أفضل مني بشيء،
أنا لي دور في هذه الحياة وأنت لك دور في هذه الحياة، أنت تخدم البشرية بشيء وأنا أخدم البشرية بشيء، كل واحد من عندنا الله اختاره، ما خلقنا جزافا، كل واحد من عندنا له دور. بس تدري وين المشكلة؟ المشكلة إحنا ما عارفين قيمتنا عند الله، إحنا قيمتنا جدا عالية عند الله عز وجل، ما عارفين قيمتنا، ولذلك ما عارفين الهدف الذي نعيش من أجله، ما عارفين قيمتنا في هذه الحياة والمعاجز التي ممكن أن نصنعها للبشرية والقدرات التي نصنعها للبشرية. لاحظ، شوف أكو كلمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه من أروع الكلمات، يقول أمير المؤمنين: كن لما لا ترجو أرجى من كلمة ترجو. شنو يعني؟ يعني لا تقول أنا أشتغل بهالشركة موظف صغير، أنا وين أصير رئيس مجلس إدارة، ولا بالأحلام. أمير المؤمنين يقول: لا، أحلم وتمنى أن تكون رئيس مجلس إدارة. أنت تقول أنا أشتغل توني بهذه الوزارة موظف صغير، وين أنا ممكن أصير رئيس الإدارة أو رئيس القسم؟ لا، أقول هذا اللي ما لا ترجو، لا ترجو يعني ما تحلم بي. أمير المؤمنين يقول: احلم بي، أنت عندك طاقات وعندك إمكانيات، بإمكانك، أنت مو قليل، ليش متقلل من نفسك، منزل من قيمتك، أنت عالي. كل ما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، ليش مكتفي أنا بهذا الراتب 300 و400 و500 دينار؟ لا، خلي طموحك عالي، أتعلم، معاهد موجودة، أروح أدرس، أطور من نفسي، أزيد. لا حد يشتكي، لا حد يشتكي، لا حد يشتكي. تروح إلى أفضل بلدان العالم، أيضا الشكوى موجودة: أنا رحت، أنا رحت ثالث أفضل بلدان العالم في حقوق الإنسان، أنا كنت هناك شهر سكنت فيها. أيضا تشوف الشكوى موجودة والتذمر موجود. قضية من عندك أنت، أنت تستطيع. كل ما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. كملها، كمل هذه الرواية، أنا أعيدها حتى تحفظها، تتمتها جدا روعة. فإن موسى ذهب ليقتبس لأهله نارا فرجع بالنبوة. شمدريك شي يصير منا للصبح، شمدريك شي يصير، ما ندري، بس إلهي بحق أم البنين إن شاء الله، الله يفرج عن كل محروم، الله يفرج عن كل أسير، الله يقضي حوائج المحتاجين. اللهم اهدي ضالنا، أشبع جائعنا، اغني فقيرنا، سد دين مديننا، بحق أم البنين باب الحوائج. الله اصطفاني، خلاص عرفنا هذه النتيجة. هنا بس الفائدة أخذها وأختم بعدها الليل، خلي الكلام لأم البنين. هنا الفائدة إخواني، الله اصطفاني، يعني إلي دور في هذا الحياة. أسألكم سؤال واحد واحد، اللي شباب الله يحفظكم قاعدين: ما هو دورك في الحياة؟ كيف أعرف دوري في الحياة؟ هنا السر، السر هنا. خلينا نصيغ السؤال بعبارة أخرى: ليش الحسين سلام الله عليه يقول: ألا وإني لا أعلم أصحابا خيرا من بارك الله فيك، ولا أهل بيت أبر وأوفى من أهل بيت؟ لماذا يقع الاختيار على أم البنين سلام الله عليها ويكون لها هذا النصيب والرفع والجاه عند الله، بحيث تقف الزهراء يوم القيامة يأتيها النداء من رب العزة: اطلبي فاطمة، حق أبيك تقول لا، رأس علي تقول لا، كبد الحسن تقول لا، برأس الحسين تقول لا، إلهي احكم بيني بأخواني. أول ظلام للبشرية كلها، مو لإنسان معصوم ولا لأعظم البشرية. ما هو السر؟ ليش اختيار على أم البنين سلام الله عليها؟ ليش مو زينب؟ ليش مو زينب؟ ليش مو سيدة أخرى، أم سلمة، غيرها؟ إيش معنى فاطمة الكلابية، ابنة حزام الكلابية؟ هل اختيار، هل اصطفاء؟ فاهمين السؤال مو؟ هل اصطفاء هذا؟ هل اصطفاء لأصحاب الحسين؟ ليش الطرماح
حادي نياق الحسين. تذكرون أيام عاشوراء يوم سادس؟ نقرأ الطرماح: يا ناقتي لا تذعري من زجري. الطرماح ما توفق أن يقتل بين يدي الحسين ويفوز بالسعادة الأبدية. ليش الطرماح ما استفاد؟ بقوا هالثنين السبعين من أصحاب الحسين سلام الله عليه. طرماح مخلص ومحب للحسين، راح قال لأبا عبد الله: أوصل الطعام إلى عيالي وأجيك أنا. وصادق وصل، وصل يوم 11 إلى كربلاء، قتل الحسين وانتهى الموضوع. ها، تريد تعرف السر؟ السر في هذه الآية. الشباب اللي حاضرين أول المجلس قدمنا: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا. الخطاب لمن؟ مو لكل الناس، لا لا لا، محدود بيك أنت المؤمن. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. كأنه أكو مؤمن، الكل مؤمنين، أكو مؤمن متقي وأكو مؤمن مشكلة ولا بد. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله شو أسوي لك؟ يجعل لكم فرقانا. قال لك الفرقان هو هذا، أنا مصطفى، أنا مختار، الله اختارني لي وظيفة عظمى في هذه الحياة أحققها، لكن المشكلة ما أراها. من الذي يريني الطريق؟ الله عز وجل. يجعل لكم فرقانا، الله يوضح للطريق. متى؟ إذا كنت متقيا. هذا هو السر. إذا كنت متقيا الله عز وجل يبين لي ويوضح لي ويسر لي. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. زهير بن قين كان عثماني الهوى لولا، شو اللي قلبه؟ كلمات من الحسين ذكر في غزوة بلنجر، ذكر من كلام سلمان الفارسي. شن ينقلب 180 درجة قبل لحظات يقولهم قول الحسين مو موجود، ما أريد أكلمه. وإذا به في مقدمة أنصار الحسين. ليش؟ تعرف من هنا أن سيرة زهير قبل كربلاء كان إنسانا متقيا، وإن كان مضبب عليه، وإن كان مائلا إلى الهوى العثماني، بس مو مضبب عليه، ما هو عارف، لكن الله عز وجل يسر له ووضح له الطريق وفاز بالسعادة الأبدية. إيش قد أكو بنات بالمدينة، بنات من بيوت أجاويد أطهار شرفاء كرماء مؤمنين، لكن ليش الاختيار عالي؟ يا عقيل اخطب لي امرأة ولدتها الفحولة من ماكو غير أم البنين؟ أكو بحقك، بس الله يريد يقول اعرفوا سيرة هالبنية، عمرها 20 سنة، اعرفوها أنها كانت امرأة على درجة عالية من الإيمان الذي الله تبارك وتعالى جعل لها فرقانا. ومثل ما يسر لأم البنين ويسر لهؤلاء ويسر لعلمائنا ويسر للمصلحين على مر التاريخ، الأمثلة كثيرة والوقت ضيق، أحكي عن أم البنين شوية. الله يجعل لها فرقانا. شلون يجعل لها فرقانا؟ وإذا به الديك الليلة تفز، الله أكبر، أم البنين تفز بالليل، تيجي الصبح لأمها: أمه رأيت البارحة كأن القمر قد انقض من السماء وتلته 3 أقمار أو نجوم فوقعت في حجري. شوف الاصطفاء، الاختيار بداية هنا، هذا الإلهام من الله عز وجل: يا فاطمة أنا اخترتك الآن. بداية الامتحان، بداية الاصطفاء، بداية الدور الذي أكو تعبير لطيف عند أحد علمائنا يقول: هذا الزواج أي زواج؟ الذي توقف عليه بقاء الدين وبقاء الشريعة. شنو عظم أم البنين؟ احنا مو نقول الاسلام محمدي الوجود حسيني البقاء، بعد ام البنين الى دخل في الموضوع. شنو ام البنين؟ شنو هالجاه هذا؟ فوضعتهم في صدري فغابوا عني فحزنت لذلك. واذا بالجواب ياتي انها تتزوج من رجل عظيم فترزق ب4 أولاد ذكور أكبرهم يكون بينهم كالقمر بين النجوم.
وتنتظر أم البنين 19 سنة يو 20 سنة وإذا بها أيام قليلة وأمير المؤمنين يقول للعقيل اخطب لي يا امرأة أين أنت عن فاطمة الكلابية وإذا بالخطاب جاي وأخذوها ذيك الليلة ليلة زفافها ليلة فرحها لبنية يجيبونها أهلها أبوها أمها ليلة الدخلة شوي قلبها لازم يجيون إلى بيت المعرس جايبينها إلى بيت أمير المؤمنين حتى يدخلونها بعد على العادة وإذا بها تلتفت أمه قفي أبا قفها هنا وين داخلين أهلي إخواني أحبتي أوقفوا ما تدخلون هذا البيت الذي وطأته أقدام فاطمة ما حد يدوس عليه أنا أدخل أروح أستأذن وأرجع دخلت لحظات ورجعت ودموع حمد ترقرق بعيونها وعلى خدودها ها يا بني يا فاطمة أشوف دموع جو هذه ليلة فرح ليلة زواج ليلة دخلة قالت هذه دموع الفرح أنا طبيت أستأذن من سيدي الحسن وسيدي الحسين أي أذن لي أكون خادمة عندهم في هذا البيت أنا فرحانة لأن قبلوا بي وما هي إلا سنة أنت وياي على الخط مو شوف الاصطفاء شلون وإذا بها سنة عاد استلمت من جابة هذا الطفل الرضيع الصغير استلمت زينب ركضت اجت الى ابيها امير المؤمنين لحقتها ام البنين وياها وراها واذا به بامير المؤمنين يداعب هاتين الكفين وهو يلوح بهما يمينا وشمالا دموعه على خديه واقف ام البنين على الباب وتشوف دموع علي على خدوده ابا الحسن افي ولدي عيب قال لا يا ام البنين ولكن ابكي على هاتين الكفين اشوف يلوح بهن يمين وشمال هنا زينب التفتت قالت ابا امير المؤمنين لقد دخل حب هذا الطفل في قلبي قال نعم يا زينب تكفأ خذي إلزميه بني فإنه كفيلك قالت أبا هذا كفيلي قال نعم يا زينب وستفترقان يوم من الأيام قالت أبا نفترق من يفرق يفارق الثاني أنا أم هو يفارقني قال لا يا زينب بل أنت تفارقينه تتركينه على شاطئ المسنات وبالفعل من ذاك اليوم أمير المؤمنين قالها هذا كفيلك شوف الاصطفاء والاختيار أروي لك رواية بعد حتى تعرف مقام أم البنين هالصادقة الوفية الرواية موجودة في معالي السبطين إذا كان يوم القيامة هذه غير رواية فاطمة مع الكفين لا لا لا, لا. إذا كان يوم القيامة واشتد الأمر بالناس والعياذ بالله هنا رسول الله يا جماعة رسول الله في مقام الشفاعة هذه الرواية تتبين مقام فاطمة ومقام أم البنين شفاعة من رسول الله تكفي الأولين والآخرين لكن لا وإذا برسول الله يقول لعلي يا علي امضي لفاطمة وأتي بها إلى مقام الشفاعة حتى تشفع فيأتي أمير المؤمنين ويقول يا فاطمة ما عندك من أسباب الشفاعة وما الذي ادخرت لمثل هذا اليوم الذي فيه الفزع الأكبر فتقول فاطمة يا أمير المؤمنين كفانا لهذا اليوم وفي هذا المقام الكفان المقطوعتان لولدي العباس الله الله تقل جفوف ابو فاضل يخلونها بمقام الشفاعة تشفع شقد عظيمة يا ام البنين انت شقد غالية عند الله الله لا يحرمنا من هالدموع لا يحرمنا من هالمحبة تعال شوف أقرأ لك هالرواية وأقراها إلك وإلى أم البنين أم البنين مولاتنا هالليلة تفتر من حسينية الحسينية
من مكان إلى مكان تشوف هالمحبين هالمعزين. أريد أقرأ لها أقلها وين ما كنتي قاعدة سيدتي، أريدك ترفعين راسك. يقول يوم تاسع العصر واقف عمر بن سعد على ظهر جواده أمام خيام الحسين، وإذا بشمر بن ذي الجوشن أقبل وقف بإزاء عمر بن سعد، التفت قال يا عمر بن سعد أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال إي نعم. قال سود الله وجهك يا عمر بن سعد. التفت عمر بن سعد مستغرب من هاللهجة، قال ولم يا شمر؟ قال يا عمر أما علمت أن فيهم في جيش الحسين، أما علمت أن فيهم من لو قاتلنا بيمينه دون شماله لأفنانا عن آخرنا؟ قال ومن ذاك؟ قال ذاك العباس بن علي. عباس بن علي، شايف الخوف؟ شايف الخوف عندهم؟ خايفين من واحد منه، من ابنك يا ام البنين، شيلي راسك سيدتي. قال اذا ما نصنع؟ عمر بن سعد يسال الشمر، يقول له ما نصنع؟ انا والله من اقره الروايه ما ادري ابكي لو اضحك، الحكايه ما ادري تبكيك لو اضحكك. قال عمر بن سعد يا شمر اذا ما نصنع؟ التفت الشمر قال نفرق بين العباس والحسين. شلون بالله؟ أريد أشوف شلون تفارق بين الحسين والعباس. قال نكتب كتاب على لسان اليمير عبيد الله بن زياد، نخلي الإمارة للعباس. كتبوا كتاب وإجا وقف أين بنو أختنا، وتعرف التفاصيل أنت. إجال أبو فاضل شاهدي هنا، شاهدي شوف شلون عارف درب أبو فاضل. قال هذا كتاب، أنت أمير على الجيش يا عباس، اتق الموت والتحق بنا. التفت لأبو فاضل قال لعنك الله ولعن أمانك. هذه وحدة، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ الثانية قال أبي الموت تخوفني وأنا ابن خواض الغمرات، أنا ابن علي، أنا ابن حيدر، أبي الموت تخوفني. الثالثة قال أتأمرني أن أترك من خلقني الله لأجله؟ أنا مخلوق خادم لعيون الحسين، أنا ما يصير إلا أقتل دون يدي الحسين. وترك لوى عنان أبو فاضل ورجع. يلا وصلنا ختام المجلس، ولا تتعب حضر دمعتك. أرد أسألكم يا جماعة، يصير مجلس بلا زينب؟ يصير نقرأ على أم البنين بلا زينب؟ مو هي الشريكة بالعزاء؟ ورجع أبو فاضل، الحسين جالس على الفسطاط، لكن قلت لك قبيل المغرب الدنيا جاية تظلم شوي وقت المغرب. التفت أبو فاضل رأى سواد بين الأطناب، حقق النظر، هذا الخيال كان خيال وخيتي زينب. زينب شلون تطلع من الخيمة وأنا ما أدري وأنا الكفيل؟ أقبل مسرعا أبو فاضل وإذا بها بالفعل زينب واقفة. أقبل مسرعا إليها، أراد أن ينزل احتراما لها، أشارت له لا يا أبا الفضل خليك على ظهر جوادك. وقف عندها، قالت أخي أحدثك بحديث؟ مو زينب سمعت يناديهم ثلاث مرات أين بنو أختنا؟ ارتاع قلبها، هاج وجدها، قالت أحدثك بحديث؟ قال حدثي أخي. قالت اعلم يا ابن والدي، لما ماتت أمي فاطمة قال أبي علي لعم عقيل اخطب لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب كي أصيب منها ولد يكون ناصر لولدي الحسين. التفت أبو فاضل قالها زينب ايش بيك هاليوم؟ زينب هذه القضية أنا أعرفها، زينب شبيك؟ التفتت لقالت لأخويا أنا خايف، أنا خايف، لا تقول مدري، أنا خايف، أنا خايف يا سور دهري، أنا خايف ينهتك،
قالها يا زينب هاج عزمي لا تنخي ما دام انا موجود يا اختي ما تذلي. سايلني تقول لها يا بيات وين ام البنين شي؟ اقول لك هالبيات لام البنين جايينها جايين، خلي تشيل راسها وتستانس ام البنين، خلي تفرح، هذا قمر بني العشيره، هذا قمر العشيره، قمر بني هاشم. قالها يا زينب هاج عزمي لا تنخي ما دام انا موجود يا اختي ما تذلي، لو تنقلب شاماتهم ويا العراق لطحن جماجمهم وانا حامي الضعين، لا تشجعيني ولا يدش بقلبك الخوف ما يروعني طعن الأسنة وضرب السيوف، بس طلبي من الله يسلم لي. شباب شباب ما عندكم حاجة؟ شباب ماكو أحد عنده دين؟ ما عندك عزيز محبوس؟ ما بقلبك متألم؟ اللي عنده حاجة يشارك ويسمع لأم البنين. حسينية مشحونة ما شاء الله. يا زينب بس طلبي من الله يسلم لي، لحمل على العسكر وذكرهم بابونا. قالت أعرفك بالحرب عباس وافي، وقطع الزند هذا الذي منا مخافي، اليوم بمعزة وعقبكم مدري شوافي، ياهو ليرد الخيل لو هجمت عليه. وهجمت عليهم الخيل لو لا. يلا اسمعني ابو فاضل. ومن كربلاء ساق الضعن كلهم اعادي، شمر الخنا قايد وزجر الرجس حادي، ومرت وهي تستر وجهها بالايادي، ونادت يا قايد ناقتي عنك مشينا، ألا من مناد وعباسا. مشت زينب. عزيز عليك يا ابو فاضل، اخذوا زينب مسبية، أخذوها. يقول الإمام زين العابدين إذا دمعت عين أحدنا ضربوه بكعاب الرماح. وتسمعني يا أبو فاضل، ودوها للشام. وش صار بالشام؟ ورجعت عاد. أرد أقول لك هنا يوم ثامن يقولون من طلعوا من الشام الإمام زين العابدين طلب، إيش ما أخذتوا من كربلة من عدنا جيبوا. أخذوا حاجة زينب احتفظت بيها. رجعت زينب للمدينة، أول ما وصلت سلمت على جدها رسول الله، وقفت قبال القبر قالت جد يا رسول الله جئتك ناعية من بناتك وبنيك، وعرجت على بيوت الحسين. وقفت قبال بيت الحسين نادت يا دار يا دار نشدج عن هاليك، يا دار نشدج عن هاليج، يا دار وين حسين راعيج، والله وين العشيرة والزلم ذيج، بدرها وكواكبها زهرت بيج. بعد وين 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 البطل عباس حاجيج، يا دار عزيني وعزيج. اي والله صاحت صوت
صوت آية فقد الأطياب والله شموح الشيادور الأحباب هناك هناك ولن سمع الصرخة على الباب أني معباس جيتك لا تفترين يلا وياي ساعدها معباس جت والله أني معباس جيتك لا يا تفتري اجت الجار يا عم زينب اكو مرض قل لي روح قل لي لزينب انا شريكتها في العزاء منو هذه سئليها اجت الجار يا قالت عم هذا المرض يقول انا الثاكلة انا الفاقدة أنا فاطمة أم البنين سنين 35 سنة زينب عايشة ويا أم البنين ببيت واحد لكن لما دخلت أم البنين النساء بني هاشم قاعدات داير مداير زينب كلهن التفتني طالع لأم البنين إلى الثاكلة إلى الفاقدة وإذا بأم البنين تصفح بالوجوه سألت سؤال زينب انكسرت التفتت أم البنين قالت أيتكن زينب قامت زينب وقفت على طولها التفتت الكربلة قالت لا اسمع اسمع أبو علي اسمع ايش سوت بي كربلة نادت غيرتني مصائب الطف حتى أن من يعرفوني لم يعرفوني يا أم البنين أنا كنت مسافرة والمسافر يجيب هدية ويجيب صاغة يا أم البنين جايبت لك هدية من كربلاء تقول الرواية مدت يدها زينب أخرجت درع أبي الفضل وعليه جفت دماؤه شوفوا يا أم البنين ترى وخي ما قصر لذلك هنا أم البنين التفتت نادت هردن شديج أردن شديج يا ضي العين اي والله أردن شديج يا ضي العين عن عباس واخوان الميامين شبيهم أخافاً 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 قصروا عن نصرة حسين قالت الهلا يا يما اشتقولين اشتقولين وقفة وسور ما دول لحسين كانت تأتي أم البنين تجلس على ذلك التراب في البقيع تخط بأصبعها قبور تقول أنا ما شفت عزيز على الأم يروحون أولادها وما عندي قبور أقعد يمهم عزيز على الأم تفارق أولادها قبل ما تودعهم لكن تقعد تسلي بروحها تقول لي يا أبو فاضل أنا ما شفت بكربلة بس يما يقولون طويت النهر وطلعت عطشا يما يقولون طويت النهر وطلعت عطشان ورجعت قلبك بالظما يلتهب نيرة ما صار مثلك يا ضوى عيني بالإخوان لجلك أواصل بالبجى نهاري معلّ
يقولون راسك يوم حطه بحجره حسين للقاع رديت يا عقلي ويا ضلع يا ليت مثلك يا الولد تنذبح سبعين ولا كان صدر ابن البتولة ترضه الخ يما معلوم بس هالعتبة دعتب عليك ولدي يلا بيت الدعاء يما معلوم معلوم ضيعت زينب وليتام حرمة وغريبة ما اسمع صوتك ما جاي تشجعني حتى اقرأ معلوم يما ضيعت زينب وليتا حرمة وغريبة وضايعة والقوم ظلام والله حسافا كان زينب طبة الشام من غير والي والول مقيد بزنجي لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني باليوث العرين كانت بنون اليهود عابي واليوم أصبحت ولا من بنين يا الله إلهي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إن شاء الله أحبائي للمبعد للأسير للمريض أمس موصيني على مريضة صارت أكثر من 3 أشهر وحبكم يعني صدق تكسر الخاطر فرحم الله والديكم لا تقصرون بقلوب صافية توجهوا نادوا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين ذريته وبنيه إلهي بجاه باب الحوائج عندك أم البنين اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا استر علينا عيوبنا عجل فرج إمام زماننا إلهي شافي وعافي مرضانا.